أيهما أفضل لصحة الجسم؟ تناول الخضار والفواكه العضوية أم اللا عضوية؟ سؤال طرحناه على عينة عشوائية من المواطنين. خلينا نشوف كيف كانت الإجابات. برأيك الخضار والفواكه العضوية مفيدة أكثر من اللا عضوية؟ هي أكيد اللا عضوية أفضل. اللا عضوية أفضل. لكن لأنه ما داخل مواد كيماوية. يعني الأسمدة والمواد الكيماوية ويك لها أثر سلبي يعني. فعم بيجي أثر سلبي على الجسم تماماً. فاللعضو الطبيعي دائماً هو أفضل وأصح. فأكيد اللعضو أفضل. العضوية للجسم. لا والله الخضار الفواكه العضوية هي الأفضل للصحة. أكيد العضوية أفضل. يعني ما داخل مواد كيماوية مواد سامة. ولانا مرشوشة مشان تزيد الثمارة والإزهار. طبعا ما مرشوشة أفضل. ليش؟ لأنها طبيعية بتكون وما فيها مواد كيماوية أو هيك شيء. لا أكيد لا، أكيد إنه الطبيعية يعني بدون أدوية بدون هاي الأسمدة أفضل، لأن كلها عم بتكون يعني أبدا مو منيحة، كلها مؤذية للجسم. هو أكيد يعني هلا أنا بعرف من يعني أنا بنت فلاح، يعني أبوي فلاح وعنده أراضي دوما يعني هو بيعتمد على الأغذية اللي ما بترش لها سمار أبدا، يعني بتضل إنه أحسن، لأنه تعرفي هالأمراض اللي عم بتصير أكتريتها من المواد الكيماوية يلي عم تنحط، ما بنعرف شو عم ناكل، ما بنعرف شو هي المواد. المعنى مرشوشة أكيد أكيد أكيد. المعنى هلا قد ما كان المبيدات ما بتعرفي شو خلفياتها، هلا كل شيء طبيعي افضل. هيك انا برايي، انا يعني ماني اختصاصيه بس هيك انا برايي. لا اكيد العضويه. ليش؟ لانه ما عم ينضف لها هرمونات، وانه عم تنمي لحالها بدون هرمونات بدون مساعدات كيميائيه. اما العضويه عم يحطوا لها مضادات حشريه وكيميائيه، فاكيد رح تضر الجسم. اجابات اليوم كانت اغلبها صحيحه، ومع ذلك سنسال اصحاب الاختصاص لتعزيز الفائده. غير مرشوشه. نعم. بالمبيدات بشكل عام الغير مرشوشة أكثر أمانا وأفضل من المرشوشة. المرشوشة ترش بنوعين من المبيدات، مبيدات جهازية تدخل لقلب الثمرة، ومبيدات غير جهازية بنسميها عضوية بالملامسة على سطح الثمرة، والاثنين بيتركوا آثار على الثمار. شايفكي مثل ما سبق وحكيتي بدها غسيل زيادة اللي غير عضوية، بينما الجهازية ما كثير بفيد الغسيل إذا داخلي بقلب الثمرة، لكن بتروح مع الزمن إذا ظلت الثمرة على